اهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب بمحمود وليد نجم الفريق ونجم النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي والفريق الاول اللي انضم لنا في الاستوديو. اهلا بيك. منورنا. الاول مبروك على الانجاز الكبير، حاجه جميله تشرف. هسالك سؤال واحد ما سالتوش عن الموت، وانت رايح راكب الطياره هنا وبتربط حزام الامان عشان طيارين، فكرت ان احنا ممكن نوصل قبل النهائي؟ احنا الكوتش قال لنا من واحنا رايحين مفيش حاجه مستحيل، احنا ما فكرناش في نص النهائي، حتى كنا بنفكر في اعلى من كده. بس يعني الكوتش طبعا هو اللي كان حاطط الفكره دي في دماغنا ان احنا ممكن نعمل اي حاجه، مفيش حاجه مستحيل يعني. ف بس يعني الحمد لله احنا تعبنا يعني، والحمد لله يعني انت وانت رايح انتوا رايحين عشان الانجاز ما جاش من فراغ. احنا كنا عاملين حسابنا على الاقل اللي هو نعمل حاجه اللي هو ما اتعملتش، اللي هو ده اللي كان في دماغنا. طبعا احنا هنوصل فاينل وكده، دي بعد لما وصلنا طبعا سيمي فاينل وبتاع، قلنا خلاص ممكن مفيش حاجه مستحيله، ليه ما نوصلش فاينل وليه ليه ما نكسبش؟ ليه مفيش حاجه مستحيله ما دام احنا وصلنا للسيمي فاينل؟ ليه يعني ليه ما نكسبش؟ طب قول لي هل البطوله دي فيها القاب شخصيه حصلت؟ يعني مثلا احسن لاعب احسن حاجه ولا كان فيها حاجات؟ كان فيها كان فيها وخلينا اقول انه كان حامل اللقب كازاخستان زي ما انت قلت قبل كده، وانت نازل بتلعب دور الثمانيه ضد كازاخستان. انا هركز على الماتش ده مش هنخرج براه. الماتش ده بطل عالم سابق وانتوا بتلعبوا معاه في دور الثمانيه، للاسف بتصطدموا بيه في دور الثمانيه، عملتوا ايه؟ احنا بصراحه يعني احنا داخلين طبعا كنا طبعا سيمي فاينل وبتاع والسوري كوارتر فاينل كان كوارتر فاينل وكده، فبرضه كان عليها ضغط كل الناس. اتفرجتوا عليها؟ اتفرجتوا على اللعيبه دي؟ طبعا اتفرجنا، وطبعا كابتن احمد جمعه عمل سكاوتنج كان فرق. ده الماتش يا كابتن ولا لا؟ مش هو بيلاروس. ماشي ده بيلاروسيا. طب قول معايا يا كابتن، طب اتفضل قول عملتوا ايه. كابتن احمد جمعه طبعا فصص لكم اللعيبه. طبعا جاب كل اللعيب وكل ميزه لكل واحد فيهم. وطبعا احنا وطبعا كابتن ياسر قال لنا المفروض نعمله، اللي هو طبعا ان هو ازاي نوقف كده وازاي نوقف كده وبتاع، شرح لكم كل حاجه. والحمد لله يعني دخلنا ونفذنا يعني والحمد لله. ده ماتش دور الثمانيه اللي هو كازاخستان. ده ماتش ده كان اكتر لعيب فيهم اني واحد يا كابتن؟ كان اللي هو اللي هو 21 ده كان شويط. 21 ده كان جامد، كان هو اللي كان ماسك عبد الله النصر. هو الاكاديمي سماتش دي. طب قول لي يا كابتن اتعاملت مع الماتش ازاي يا كابتن ياسر بقى؟ والله انا هقول لك على حاجه، انا يعني قارنت العناصر اللي موجوده معايا كلعيبه وامكانيات قصاد فرقه كازاخستان. لقيت ان احنا تحت الباسكت الجيم لازم يخلص تحت الباسكت انسايد عشان عبد الله بيج مان تحت الحلقه وهو مؤدي بطوله كويسه وعنده ثقه في نفسه عاليه جدا، غير ان احنا عندنا محمود وليد كمان درايفر جامد عالي جدا بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه الاهلي يا رب وللنادي، ومؤمن عنده شوطه 3 بونت يعني نسبه عاليه جدا، واحمد ياسر ريحان. فالتيم كان يعني انت شفت ان احنا انديفيدوال احسن احنا ونقلت ده للعيبه. انا قبل البطوله قعدنا نتفرج. بص الروح يا كابتن، بص الروح. لا لا الله رجعوا لي اللقطه دي تاني يا جماعه معلش. الله اكبر عليهم يعني. الاربع لعيبه دول حتى بالبنات اللي كانوا موجودين معانا، انت اللي هم كانوا معانا بيشاركوا في نفس البطوله، روحهم عاليه جدا، كانوا واقفين ورا الولاد بطريقه غير طبيعيه. مصر كلنا مصر، باسم مصر دي حاجه كبيره كلنا جدا. مصر يا جماعه. فاحنا كان من الاول كنا شايفين اللعيبه احنا هنقدر نعمل ايه، وهم عندي لعيبه الاربع لعيبه دول. انت مش اتضربت يا محمود في الكوره دي؟ ما خدتش غير فاولين في الكوره كلها. لا ده ناقص بقى يعني، انا شايف كل الضرب فيك. يعني كوره زي الدب دب واخد لك كتفين على كوع. والله العظيم ده حاجه مأساة. لا فهم لا الولاد عندي الله اكبر عليهم يعني، امكانياتهم البدنيه والمهاريه والاعداد بتاعهم كان كويس. انا عرفت انتوا كسبتوا لك الثقه فيهم. ثقتك فيهم نقلتها لهم وخليتهم يصدقوا. هم على قدر من المسؤوليه بصراحه يعني. انا اذا كنت نجحت فنجحت بيهم. ربنا يكرمك يا كابتن، جميل جدا وروح جميله يعني. وخلينا اجي لك بقى محمود في حته بقى مهمه، الدرجه الاولى. انا حضرتكم تمرين اول امبارح كنتوا بتفرموا في بعض. طبعا الفريق كله طبعا السنه دي كله عايز ياخد البطوله طبعا ويعوض السنه اللي فاتت، فكله غالل من الاول طبعا عشان يعني اللي هو ان شاء الله يعني اللي هو نحسن شكلنا عن السنه اللي فاتت. انت مع الجهاز الفني الجديد طبعا مستر اجوستي ولسه هو متولي المسؤوليه الجديده، حاسس بايه في التمرين؟ يعني قول لي ايه الجديد اللي انت حاسه او اللي انت حاسه مختلف شويه؟ هو طبعا احنا بنتدرب يعني بنتمرن عادي وكلنا كويسين، وهو طبعا كابتن اجوستي يعني ما شاء الله يعني برده دماغه في الباسكت كويسه جدا،
وبس يعني، فاحنا برضو بنتعب يعني، وان شاء الله السنه اللي فاتت تتعوض يعني. اكيد ان شاء الله. ومعانا على التليفون احد نجوم الفريق واللي كابتن ياسر ابو الفتوح الحقيقه شكر فيه جدا، والحقيقه واحنا كان نفسنا يبقى معانا بس هو في اسكندريه طبعا مع اسرته. معانا احمد ياسر ريحان احد نجوم هذا الفريق. اهلا بيك يا احمد. الو احمد. الو ايوه اهلا وسهلا. تالي احمد مش معانا. الو الو ايوه احمد ازيك، الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني عايز اقول لك اديت اداء رائع يا احمد، وكنا نتمنى تكون معانا النهارده يعني، بس الحقيقه بنوجه لك هنا من قناه نادي الاهلي كل التحيه وبنقول لك الف مليون مبروك يا احمد. شكرا والله. الله يبارك فيك. كان نفسي ابقى معاكم برضو النهارده. طب يعني روحكم كانت حلوه يا ابو حميد، وكان يعني في ترابط وتلاحم بينكم من بعض، كلمني عن الروح، وكان ليه الروح دي ليها دور في الانجاز الكبير اللي عملتوه ولا يا احمد؟ طبعا الروح كان ليها دور كبير جدا. احنا الفرقه دي مع بعض من ايام منتخب ال 16 يعني بتاع اللي كسب افريقيا، فاحنا بقالنا كتير قوي مع بعض وحافظين بعض يعني. وخليني اقول لك يعني، وانت رايح يعني، يمكن سالت محمود وليد نفس الكلام وسالت مؤمن، وانت بتركب الطياره يا ابو حميد كنت عندك يعني احساس او عندك رؤيه ان احنا ممكن نوصل للي احنا وصلنا له في البطوله دي يا ابو حميد؟ والله انا شايف ان احنا كلنا كنا شايفين ان احنا نوصل حاجه كبيره قوي. كنا نفسنا ناخد اول ونوصل، وكنا التارجت بتاعنا دايما ان احنا نوصل للفاينل، بس قضى الله ما شاء فعل يعني، بس خدنا رابع برضه. عايز اقول لك لا ده انجاز كبير، اوعى تستقل باللي انت عملته ده انت طبعا. كل مصر فرحانه باللي انتوا عملتوه يا حبيبي. طبعا. وعايز اقول لك كمان انه انتوا الجديد فيكم يا ابو حميد ان انتوا عايزين، يعني انا اللهجه دي واللغه دي يعني عجباني فيكم يعني، فحافظوا عليها يا ابو حميد. ان شاء الله طبعا. طب قول لي يا ابو حميد انت يعني طموحاتك ايه في القادم؟ يعني انت بتلعب طبعا في نادي سبورتنج المحترم اللي خرج لعيبه كتيره كويسه ولعيبه منتخبات مصر، طموحاتك ايه يا ابو حميد؟ نفسي طبعا السنه دي نعمل حاجه في الدوري ان شاء الله في نادي سبورتنج، ويعني ان شاء الله احلامي كبيره شويه ان انا اتاخد ان شاء الله في منتخب الدرجه الاولى. بس الكبير بيحلم احلام كبيره يا ابو حميد، فانت لاعب كبير واكيد احلامك كبيره، يعني مش لاعب كبير في السن، لاعب كبير في الفنيات طبعا، المستقبل قدامك والعمر قدامك ان شاء الله يا ابو حميد. طب قول لي يعني مين ماسك الاعلى، عايز تبقى زي مين يا ابو حميد؟ والله يعني زي كابتن احمد منير مثلا، طبعا ايقونه كبيره في نادي طبعا كوربي. طبعا اسطوره كبيره ولعبت معاه الحقيقه، ومن احد اللاعبين طبعا المميزين، ان شاء الله تبقى زيه واحسن، واكيد هو يتمنى لك كل الخير يا ابو حميد ان شاء الله. احمد ياسر ريحان لاعب نادي سبورتنج ولاعب المنتخب 3-3، بشكرك شكرا جزيلا. محمود يمكن اجي لك، الروح حلوه ويعني ما شاء الله، وفي طموحات وبتتكلم يعني كلكم بتتكلموا نفس اللهجه. في اراده يا كابتن ياسر. نفس اللهجه. في اراده يا كابتن. في الاراده دي حاجه صعب تلاقيها في اللعيب بسهوله يعني. ده نمط تاني في التفكير في الرياضه. ان انت ما عندك اراده ان انت تحقق حاجه مستحيله عمرك ما كنت تقدر توصل لها وصلت لها. او على الاقل حاولت توصل لها. يكفيك شرف المحاولة يعني. صحيح. ان انت توصل للنقطة دي انت ده مش شرف المحاولة يا كابتن، ده تأثير رائع. انا بكلمك نجاح يعني كبير. انا بتكلم على يعني التحدي النفسي اللي هم كانوا فيه. صحيح. انا بشفق عليهم كمان يعني، انا كمدرب، انا قبل الماتش السيمي فاينال انا قاعد لكم في عونهم هم هيعملوا ايه؟ هم برضه انت بتتكلم في 18 سنة يا كابتن عايز. صحيح. يعني ما بالك 18 سنة دي يعني برضو حته مش كبير في السن عشان يبقى لسه خبراته هم لا بس هم عندهم خبرات. لا كباسكت بول خبرات مواقف انه يلعب قبل نهائي بطوله العالم. لا اسبيريت دي محتاجه بقى طبيب نفسي يقعدك ويحطك على اول الطريق. هي دي الحاجات اللي هي. طب خليني بقى يا كابتن نروح للمواقف الطريفه بقى للجمهور بيحبها. محمود بقى سيبك من كوتش قاعد يديني موقف طريف حصل كده، بس بص افتح لي قلبك هات لي من جوه. الكابتن عارف هتقول ايه؟ ليه كده؟ لا معلش. ما سلمتش على الراجل الاسرائيلي ولا لا لا مش قصدي على دي، انا قصدي على الموقف كوميدي. لا موقف كوميدي يعني مثلا حاجه حصلت كوميديه، حاجه حصلت بتاع يعني قول لي مثلا. انت بعيد عن الماتشات. بعيد عن الماتشات. حصل حاجات كتير يعني، بس انا مثلا احنا كنا يعني كنت قاعدين في اوتيل كان بعيد. الاوتيل كان لا كان ربع ساعه 10 دقائق. بس يعني احنا كنا كوش كان معانا في الاوضه طول اليوم يعني، ما كناش بنعمل حاجه. رحت اشتريتوا حاجه، عملتوا حاجه، موقف طريف حصل في الاوتوبيس وانتوا رايحين؟ طب قول يا كابتن ياسر. محمود قول يا كابتن.
هم مثلا راحوا بعد الماتش ما خلص بتاعنا، فهم كان قعدنا بقى طول النهار في الملعب طبعا، فرجعوا فطبعا هم طلبوا بيتزا، فعلى كل طلب بيتزا بيج وطلب سمول، فهم اكتشفوا ان الاحجام اللي موجوده في اوروبا غير الاحجام بتاعتنا، فتقريبا البيتزا هي طبعا جايه كبيره قد كده، فالراجل السواق مستغرب ان احنا طالعين بالحجم ده وهنضرب ده ازاي الباص، فهو خايف منها ما تخشش، فهو قاعد يساعدنا، فالناس قاعده تضحك يعني. ما الاحجام البيتزا هناك كبيره، بيج يعني، احنا عندنا الكبيره والكبت واحد على قد دب واحد يعني، فضربنا على السايز المصري. هم بصراحه لطاف جدا ويعني كانوا اسره بصراحه يعني، هم والبنات على قدر من المسؤوليه. انا يعني بصراحه قلت لهم انا فخور بيكم ان انا قاعد في وسطكم، وانتم فعلا حاجه مشرفه جدا. بس عايز اقول لك كابتن، انا كان السفر معاك وانا بلعب، وانا بلعب واحنا مسافر مع بعض في المنتخبات، كان السفر معاك حلو. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل لقائنا مع طبعا رابع العالم 3-3 كره السله، ولكن بعد الفاصل.